نعم. نقدم لكم اليوم طريقة سهلة جدا ومجربة للإمساك بالثعابين. من المعلوم أن الثعابين تنقسم لنوعين، منها ما هو سام وآخر ليس بسام، وكلا النوعين يهدد سلامتنا وسلامة طيورنا. لذلك أقدم لكم اليوم طريقة صيد للثعابين سهلة وبسيطة. كلكم يعلم أن الثعابين لها حراشف وقشور تشبه قشور السمك، ومن هذا المنطلق لو وضعنا من الشباك التالفة التي كانت مخصصة لصيد السمك حول المنزل وحظائر الطيور، فلا سبيل للثعبان المرور دون اصطياده، وكلما قاوم الثعبان زاد من صعوبة خروجه. في هذا المقطع كما ترى أقوم بفرد شباك أسماك أتيت بها من شاطئ البحر بعد أن كانت تالفة وملقاة، وأضعها بمحاداة السياج لأنه في اعتقادي أن الثعبان سيمر من هنا. بالفعل لقد وجدت أفعى غير سامة قد صادتها الشبكة بكل سهولة، ويعتبر هذا النوع من آكلات القوارض، لكنها أيضا تأكل الطيور مثل الحسون والكناري وغيرها. لو أعجبك المقطع اعمل مشاركة واشتراك بالقناة ليصلك كل جديد لتحفيزنا على نشر المزيد إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد. ختاما لو أعجبك المقطع اعمل مشاركة واشتراك بالقناة ليصلك كل جديد لتحفيزنا على نشر المزيد إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد.